بل بصل جميع حراسات طوال القامة من الفريق القطري. مرة أخرى أحمد والسلة، أحمد والاختراق، ولا صحيحة عمانية، والنتيجة 7-6. عاصم، ويا سلام على الباص والكت، ويا ايه الحلاوة دي. عزيزي المشاهد، السكور حتى الآن النتيجة 8-7 رغم مرور 5 دقائق من زمن الفترة الأولى. تمريرات مرة أخرى على عبد الله، يا سلام يا رجل عبد الله، والكرة مع الشروي لأحمد ضاهر، والوقت المستقطع من نجوم البطولة والتمرير. هي يا عبد الله، هي يا عبد الله. الجولات الجديدة، أحمد والنجاح خارج الحلقة، روح كبيرة من رسلان متابعة، والتمرير. هيا يا آدم، هيا يا آدم، هيعمل فيك بس ودور. يا سلام يا حجي لأحمد. 53 ثانية ونصل معكم إلى منتصف المباراة. ورميتين ناجحتين لأحمد. أحمد يخترق، أحمد من السد، فطبيعي إنه يبقى أخذ حماس أكتر شوية من نادي السد. التارجت أعلى فعلا، وأحمد رايح وحطها جميلة. لسه بقول عملها، دخلها، شايفين الضغط 20 سم، الدرايف وعمل الكيك اوت لعاصم، وادى عاصم مرتاح على التصويبه، سجلها عاصم 24-17. احمد والتصويبه، فريق الاشبال بيسجل، يعمل درايف ولا اروع، 25 احمد بيصوب وبينجح. ايه اللي بيحصل ده؟ وادم وجت ونجحت البرشر، وراح الغزال حطها الغزال. خمس ظلم في قرار، فانا اتمنى نشوف مباراه زي ما بدات لحد نهايتها، مباراه قويه.